إلا بجحود ما أدخله فيه. أدخله في الإيمان أمران: الشهادتان ثم الاستقامة عليهما. إن دخلتوه بالشهادتين فقط رجعتم لمذهب الإرجاء، وأنا والله ما ودي لكم هذا، أنهاكم عن هذا. إذن أدخله في الإيمان أمران، ما هما؟ الشهادتان والعمل بهما والاستقامة عليهما. قد أجمع السلف الصالح على أن من قال لا إله إلا الله ولم يصلي أنه ليس بمسلم، وهي مسألة حكم تارك الصلاة الشهيرة، وخلاصتها أن تارك الصلاة عمدا أو جحدا لوجوبها أو تهاونا في أدائها أنه في الجميع كفر مخرج من الملة على تراتبه، فالجاحد أشد كفرا من المتهاون. ودليله القرآن في أول براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. تابوا من أين؟ من الشرك، وأقاموا الصلاة. وللحديثين: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. تابوا من أين؟ من الشرك، وأقاموا الصلاة. وللحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة.